هاي، مع حلول الموسم الصيفي تكثر الحفلات الغنائية الجماهيرية بمعظم دول العالم، وبتشهد بعض الحفلات أحداث غريبة ومواقف محرجة ممكن تواجه الفنانين. سنة 1992 تعرضت إحدى الفرق النسائية يلي افتتحت حفل موسيقي كبير لنيرفانا ببوينوس إيرس للرشق بالوحل والزبالة، وتعبيراً عن غضبه غير كورت كوبين برنامج السهرة وقدم أغاني مش معروفة، من بينها أغنيتين جديد، وحرقص الجمهور بأغنية Smells Like Teen Spirit من دون ما يقدمها. بحفل لرايان آدمز طلبوا شخص من الجمهور بغناء Summer of 69 وهي أغنية لبراين آدمز، فوقف الحفل وطلب إضاءة المسرح ومعرفة الشخص يلي كبه النكتة، وطلب ترجع له مصرياته ويغادر الحفل وما قبل يغني قبل ما يفل. مين قال إنه رايان رجع قدم الأغنية بإحدى حفلاته بال2015 من بعد ما صار أصحاب مع براين؟ أنا قال. بشوفكم بكره.